مشاهدينا مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للاسواق الماليه والعالميه من موقع تداول وشركه سي اف اي. ابدا بمؤشر الدولار الذي يقيس قوه العمله الامريكيه امام سله من العملات الرئيسيه، الذي ارتفع ليسجل اعلى مستويات تقريبا في عام، وهذا الاداء الايجابي يعود الى التقرير الذي صدر عن اقتصاد الولايات المتحده والذي اشار الى انه سيبقى قوي وفي تحسن حتى نهايه عام 2018، وهذا يعني ان الاحتياط الفيدرالي سوف يرفع اسعار الفائده قبل نهاية هذا العام في الشهر القادم، وربما مرة أخرى قبل نهاية هذا العام. حاليا يتداول مؤشر الدولار عند مستويات 96.9 نقاط تقريبا، لديه حاليا بعض الاتجاه السلبي بالتحليل الفني، حيث نرى شوتينج ستار نموذج هذا يعطي أداء سلبي لتداولات الدولار، نتوقع أن يكسر دعم 96.30 ويستمر بهذه الأداء التصحيحية ليصل إلى مستويات 69.10، ولكن اختراق مقاومة 96.80 نتوقع أن يستمر بهذا المسار الصاعد ويصل إلى مستويات 97 نقطة. ليس هناك من بيانات كثيرة في الاقتصاد في المنطقة الأوروبية باستثناء ألمانيا، حيث الناتج المحلي الإجمالي جاء إيجابي ودعم اليورو بعض الشيء في تداولاته. حاليا صباح اليوم تداولات إيجابية مدعومة بالتحليل الفني الذي نرى في رسم البيان هيد أند شولدرز الذي يعطينا دفعة إيجابية، لذلك نتوقع أن يكون هناك اختراق لمستويات المقاومة 114.04 والهدف هو 114.30، أما كسر مستويات دعم 113.50 نتوقع أن يصل إلى مستويات 113. الليرة التركية قد عوضت بعض من خسائرها الفادحة التي وصلت إلى تقريبا 7.24 ليرة مقابل الدولار، حاليا تعود وتستقر عند مستويات 575 ليرة للدولار. يعود هذا التداول إيجابي بعد أن فرضت تركيا رسوم جمركية على واردات من الولايات المتحدة. أذكر أن تراجع الليرة التركية أثرت بطريقة سلبية على تداولات اليورو. نموذج سلبي في التحليل الفني للليرة التركية حاليا نتوقع أن يصل إلى مستويات دعم 548 وربما 500، أما مستويات مقاومة نتوقع أن يصل إلى مستويات 600 وربما 627. هبط الجنيه الاسترليني يوم الثالث على التوالي ليصل عند مستوياته هي الأدنى في 14 شهرا تقريبا منذ شهر حزيران عام 2017، ليستقر عند 126.60. جاءت بيانات التضخم في بريطانيا دون تغيير وكما كان متوقعا، ولكن هبوطه قد يسجل أطول سلسلة من الهبوط للاسترليني منذ الأزمة المالية العالمية من عام 2008. لكن اليوم أيضا ننتظر مبيعات التجزئة التي نتوقع أن تأتي إيجابية وتدعم الاسترليني بعض الشيء في الارتفاع. تداول النفط بترند هابط خاصة بعد كسر مستويات 64.50. أذكر أن كان هناك المخزونات الأمريكية التي جاءت مرتفعة بطريقة مفاجئة وضغطت سلبا على أسعار النفط، حاليا نتوقع أن يكسر الدعم المهم 63.85، وفي حال كسرها يستهدف مستويات 63. أما في حال اختراق مقاومة 65.50 نتوقع أن يصل مستويات 65.80. الأجندة الاقتصادية ننتظر اليوم تصريح البناء في الولايات المتحدة وأيضا ننتظر مبيعات التجزئة في بريطانيا. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، أدعوكم لزيارة موقعنا على تداول.com وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي. نلقاكم غدا.